الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرنا كبرات زار إن شاء الله تعالى تنش راسين كترو من أن تلما استوصف اللكوت عن التقوى. الله سبحانه وتعالى سلام أفراد قدينو سويج ከአምላካቸው ከፈጣሪያቸው ከሚያበላቸው ከሚያጠጣቸው አምላካቸው ከሚጠብቃቸው ሁሉ አላህ ርቀው ይገኛሉ። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ወዲ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቅረብና እሱን መፍራት እሱን ማክበር ሲገባቸው ከዛ የራቁ ያሉበት ሁኔታ ወይም ያለንበት ሁኔታ ነው የሚታየው። ብዙን ጊዜ ከንግግራችን ከተግባራችን ከእንቅስቃሴያችን ሲታይ الله سبحانه وتعالى يمفرات نقروش شاي تايو ايه دقمو عدقالو الله سبحانه وتعالى السنس لمفرات قداي بات عمعتبك والنابا انكروت نقلسو. يقول الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم النزيان كان نانتبفت مسحافة ستون سويتش عدرابلن نزازياتشنن أستلالفن الله جوالي وإياكم إن أنتن مادرابل نزازياتشنن أستلالفن من بميل أن اتقوا الله الله سبحانه وتعالى فروت بمالتو أرقر لي كان أنت بفت مصحف تساتو تنسويش مهون أن أنتن بتعم أتنكرن أدرابل نجوها للا. ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛን ነው ያናገረ ያለው። እከለነ ወደሚለው ከመሄዳችን በፊት እኔን ነው የሚያናገረው። ወለቀድ ወሰይነ الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عند الله Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ፍሩ በማለት አደራችንን ምክራችንን ተዛዛችንን አስተላልፈናል ይላል። እንዲሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا أيها الذين آمنوا إلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن أنت يمناتشو هوي إلى إن أنت يمناتشو هوي اتقوا الله الله سبحانه وتعالى تنكك أتشو فروت إلى تنكك أتشو فروت يعززون بمفسم يكركرون بمكلكل ولتنظر نفس ما قدمت لغد لنقل آخرة من نيوم نفس يازق عججون كوده تملكت تاستول من سر تشاله بلابا من نيوم نفس يسر عججون ملكام سرا تنش مكون نيش أمربت تاستول تملكت ولتنظر نفس ما قدمت لغد ينقوي آخرة وقداي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الله سبحانه وتعالى كبدة سيقل سينقوي كان عند سو كواندمو كأباتو كالجوجو كأناتو يميش شبك النويلة يزيان كان ليتكمن يميتشلو عبرون لنور ميتشلو ما يشاشو عهون يسرانو ملكام سرانو سلزيخ الزاهد عجوه وطيت كما يتبفيت الزهو وطيت عجوهن تملكتو معنى نيوام نفس لنقل آخر عوا يازق عججو النقر تملكتي لعلى الله سبحانه وتعالى ولتنظر نفس معنى نيوام نفس معلتنو زيقا نفس نكرانو نكرا معلت ያልታወቀ ማንኛውም ነፍስ ለኔም ላንተም ለዛኛውም ሰውዬ ነፍስ መልእክት የሚያስተላልፍ ነው። ማንኛውም ነፍስ ማለት ነው። የነከለ የሚባል ነገር የለም። የነከለ ነፍስ የሚባል ነገር የለም። ነፍሱም ማቀደመ ሊቀድ ማንኛውም ነፍስ ለነገ ያስቀደመችውን ከወዱ ኦዲት አድርግ ተመልከት አስተውል። ይሄን ካለ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተቁላህ ደገመው። አሁንም الله سبحانه وتعالى تنكك أتشوف فروتلا إن الله خبير بما تعملون
عنكسون سيقواتشو ناسي چرسو سيدي مردمو إن الله خبير بما تعملون أما السرواتن سرا الله فرتنا يراتشو كلاي يماس مسل سرا بتسرو الله تلك أواكينو عالمنا علم زغالو خبيرن خبير بما تعملون يمسرو تنسرا تلك أواكينو نا ياكوال سرتاچوال ألسراتشوهم كسراتشو دمو لله نسراتشوت ويس لماس مسلنو ይህ ሁሉ ጠልቆ የሚያቅ ጌታ ነውና ጠንቅቃችሁ ፍሩት ይላል። ሌላው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነማ ይተቀበሉ ላሁ ምን አልሙተቂን ይላል። አላህ መልካም ስራን የሚቀበለው ጠንቅቀው ከፈሩት ባሮቹ ነው ይላል። እዚህ ጋ ሰለፎች ባዱ ሰለፍ ምን አሉ መሰላችሁ? አንድ ረከዓ ሶላቴን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተቀበለ መሆኑን ባወቅኩ በቃይ ነበር ይሄዋሉ። ተቀብሎኛል አልተቀበለኝም ማቀው ነገር የለኝም። ተቀብሎ የመሆኑን ባረጋግጥ ይሄ ራሱ ትልቅ ደስታ ነው አሉ። ለምን ሲሏቸው لانه قال انما يتقبل الله من المتقين الله መልካም ስራን የሚቀበለው እርሱን ጠንቅቀው ከፈሩት ባሮቹ ነውና يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان انت امناچو سوچ وي الى الله اتقوا الله الله انفروت حق تقاته تغبي يهونون فرات فروت ولا تموتن الا وانتم مسلمون مسلموچ هوناچو انجي اندات موتو مسلموچ هوناچو نو مموت يالباچو من معناتنو مسلم هو مموت ካፊር ሆኖ መሞት ካሃዲ ሆኖ መሞት የኛ ፍቃድ ነው እንዴ? እኛ እንደፈለግን ነው እንዴ? ነገር ግን ምንድነው ዝጋ የሚለን? አዎ እኛ ዱንያ ላይ ስንኖር አላህ የሚወደውን ነገር በመስራት የሚከለክለውን በመከልከል እስላም ያሰማረንን በመፈጸም ላይ እስካለን ድረስ ሞታችን የሚመጣው በዛው ባለንበት ባህሪ ነው። ስለሆነ ታገቢውን ፍራት ፍሩት ሙስሊሞች ሆናችሁ እንጂ አትሙቱ ማለት እስካላችሁ ድረስ እስላም የሚያዘውን እስላምን በቃ ሁኑ ማለት ነው። እስላምን ሁኑ። እስላምን ከሆናችሁ እነማ ያቲኩሙል መውቱ አላ ማ አንቱም አለይህ ማለት ነው። ሞት የሚመጣው እናንተ ባላችሁበት ባህሪ ላይ ነው። ሌባን በሌብነቱ ዝሙተኛን በዝሙቱ ሐሜተኛን በሐሜት ላይ እያለ ነው እስላም ሞት የሚመጣው። ስለዚህ አላህን ጠንቅቆ የሚፈራ ሶላትን ጠብቆ የሚሰግድ ከዛ በፊት ተውሂዱን ያስተካከለ ሶላትን ጠብቆ የሰገደ ዘካ ካለበት ዘካውን ያወጣ ጾሙን በአግባቡ የጾመ ሐጅና ዑምራውን በአግባቡ ያጠናቀቀ አላህ የከለከላቸውን ባጠቃላይ የተከለከለ በቀደር ያመነ ሁሉን ነገር አስተካክሎ አላህ ባዘዘውና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባስቀመጡለት መርህና መንሃጅ ላይ እየተጓዘ እስካለ ድረስ ሞት የሚመጣው በዛው ላይ ነውና ሙስሊሞች ሆናችሁ እንጂ አትሙቱ ማለት ስትኖሩ ሙስሊሞች ሆኑ ስትኖሩ በእስላም ላይ ኖሩ ማለት ነው። ሌላው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አቡ ዘር ባሰራለፉልን ሐዲስ ኢተቂላህ ይላሉ። አንተ ወንድሜ አላህን ፍራ። ኢተቂ አላህ አንቺ እህቴ አላህን ፍሪ። حيثما كنت يتم بوتا بتون يتم بوتا بتوين الله سبحانه وتعالى انفرا فري لالو. طيب من البات حيثما كنت يسون جمجم سون ونا عند عند جزي مساسة لفتر اچلا كسولا يستت كبرت لا يزيقة تايت افهم دمي بالو اببال يسون جمساسة ነገር ሊያጋጥመው ይችላል። ችግሩ መሳሳት ላይ አይደለም በስህተት ላይ መቀጠሉ ነው ችግሩ። ስለዚህ ምን አልባት አንድ ስህተት ላይ ከወደክ ወአትቢዒ ሰይአተ አልሐሰነት አሉ። መጥፎ ስራ ከሰራህ አጋጣሚ ተሎ ብለህ መልካም ስራ በመስራት ተካት አሉ አስከትልባት አሉ። ለምን ተምሑሃ ያንን መጥፎ ስራ ኋላ የሰራነው መልካም ስራ ተሰርዘዋለች ታስጠፋዋለች አሉ።
وخالق الناس بخلق حسن سوچن دگمو ست بمتدادر گداي لاي ملكان بهونا متدادر تداداراچو تنوانواراچو كسوچ گار ياله ماهبراوي گداي يا ماره يتسكاكله يهن كوراجوچك كبالبيتك كلجوچك كغوربيتوچك كمسلمو گار كتقل الله حزب گار ملكام جنينيونت ينوره ملكام سيبال من مالتنو ملكام سيبال يام يهنو ملكام بلو مياسبو ينوره يان يوم اندزو يهنو ملكام بلو مياسبو ينوره عدل حرام سريتا حرامون طرو مسويتا يوچلا نگرگن طرو ما يهونا متدادر منو انوار مالت ملكو بشريعة الله سبحانه وتعالى با الله حققاتنو ترون نعمت خو ميلكاو الله يو ميودو رسول عليه الصلاه والسلام يميودو النجر سطرونو الله يطلعو يا وغزو رسول عليه الصلاه والسلام يستنققو النجر مطفونو سلازيخ خالق الناس بخلق حسن طرو بهنا ملكام متدادر منوانوار كسوچ گا تانوانوار صباين اندقلا يا يوال سولج سنه مغبر تلك بوتالو بإسلام لازيهم لكو نبينا عليه الصلاة والسلام الله بصباي بطن بامارة أسوبونا بطرو صباي تكنو اندي متو أدرقات شو لازيهنو وإنك لعلى خلق عظيم يا لاتشو سلازيهونم لأبو ذر ين حارسي ينقروا تيالو من دينو وخالق الناس بخلق حسن طرو بوهنا ملكام سواجن تانو عنواراتشو كسوش قال الله قد ينت يا مارا يهون إسلام يمودو يهون مالتنا أخرجه الترمذي إمام الترمذي يزقبوت حديثنا سلز التقوى الله المفرات يملو نقر بمن ننيوم نقر الله المفرات يقبال بمن سراتشو كسو قار بمن ننوانارو بمن تدادر به نقر الله المفرات يقبال الله المفرات أهلو نقر لي كانوا عندهم إلا ينقر يلم أخلهم نقر لي الله سبحانه وتعالى لنفرع يقبال تقوى يميلو نقر لهم عنده بمقلس لسمنا من نقر عدل ارقد كاوست كاقلب يمنج نقر كلاي يميتاي نقر نورا نقر قل وانو نقر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ولي درت هاتشو يتقص نبيه عليه الصلاة والسلام الله المفرات ميبارو زي لب لينو عرو درتاچن لب لينو لباچن الله انكفر بمان يوم نقر عنا مسو تزازون يعلمن مقمامات انت قبر علن انفسم علن نستكاكل علن وده كلكلو نقر يمو عن درسم لباچن يتستكاكل كونا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملكتن يمن بلوا إن في الجسد لمضغى بلوا بسوي النتاجين وست يهونا لما إسقاي مثلا نقرأ على الشاب إذا صلح الجسد كله الساكة تستكاكلي من لو أكاراتشن يمي استكاكل نمي هون قلزوا الساكة براشي من لو أكاراتشن اندمي براش مالتنا على وهي القلب عالو السوما نتش قلب نتش عالو سلزيخ الله المفرات يميلو نقرأ قلب لينو قلب عالشن دقمو الله نالفرابلن وانجل سنفسم نوكي تنكتة سوداء يهوناش تقور تباسا تعرف عليك قلبات الله تتقور عليك مالتنو نقم وانجل سنسرا يعني تقورات تسفى عليك نقم اندو هيالك قلبات نجح نبرون ويمدمو نزح نبرون براك تارقو عليك مالتنو كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبوني هنا كذبوا على يسارو تنبرون مطفو سراتشو بل بوچاچو راي گگرو باچوال كزي بوهالا كلجو كل كوزي مجخي يا نبي عليه الصلاه والسلام بافو يتدفع برچقو كلاي وها بيارغوبتي زمان يقبلان بچراش سلازي قلباچن تقرو هولم كتدارس بوهالا بلا كونه بوهالا قشاشا گگربت معناتنو يا قشاشا اسكالگگ درس منو نگر ايقبلم فافو دي تدفق برچقو نو بلوا
ከዛ በኋላ ሐቅ ሐቅ መስሎ ይታየው ሐቁ ባጥል ባጥል ሐቅ የሚሆንበት ዲብልቅልቅ የሚልበት ይሄ እንዳይሆን ቀድመን አላህን እንፍራ ምናልባት እኮ ተሰሶን አንድ ወንጀል ከሰራን ቶሎ ብለን መልካም ስራ በመስራት ያችን መጥፎ ስራ ከስራ መዝገባችን ማሰረዝና ማጥፋት ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ አዩ ሀሊኾት ወላ ኸዋት ይሄ ምክር ለራሴ ነው መጀመሪያ ቀጥሎም ወደ እናንተ ማስታወስ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መቼም ኸይር የሻለትን ሰው ቀልቡን አስፍቶ በዕልም ላይ በሸሪዓ ላይ በኢስላም ላይ እውቀትን ይሰጠዋል እውቀትን ሰጥቶ ደግሞ እንዲተገብር ያደርገዋል እና አላህ በሰማነው የምንጠቀም ያድርገን هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته